لا أحد في البيت. وها نحن وصلنا. واو، المكان ويملأ. من أين نبدأ؟ سنبدأ بالبحث عن طريق للدخول ثم نقوم بالجولة. هل يوجد إنذار هنا؟ فلنبحث عن مدخل لا يتضمن كسر نافذة. أنا متأكد أن الباب مغلق. أرأيت؟ ألم أقل لك؟ استحق المحاولة. يا إلهي، كم يتكلف مكان كهذا؟ حسناً، فلنلقي نظرة في الخلف. ها؟ نيثن، انظر، إنها نافذة مفتوحة. نعم. هيا، اتبعني. حسناً، أعطيني يدك. هيا يا نيثن. واو، مخيف. نعم، خذ، أحضرت اثنين. إذن هل نبحث عن غرفة محددة؟ ابحث عن أي كتب أو مقالات أو أي أوراق بحث. حسناً، لا يوجد شيء هنا. لا، لن تكون في هذه الغرفة. الصناديق مليئة بمعدات سفر وتخييم قديمة. سيكفي هذا بالغرض. سنهبط. كيف نعثر عليهم؟ أتقصد دفاتر أمي؟ ألا تذكر؟ كانت تستخدم الجلد الأبيض الفاتح. نعم، أعرف، إنه مكان ضخم كإبرة في كومة قش.
وجدناه جلدا ابيض عثرته على واحد. حقا؟ لا، ليس من دفاتر امي. لكنك فهمت المطلوب، فلنستمر. أكان منزلك؟ هاي، هل تذكرك تلك الكتب بأي شيء؟ كل مكان عشنا فيه. بالضبط. أذكر مقولة أبي، لماذا نفرغ الحقائب وسننتقل بعد شهر؟ أجل، أحمق دائما. سام، قل إني مجنون، ولكن تبدو كزهرية من عصر أسرة مينغ. نيثن، من يضع زهرية من عصر أسرة مينغ هكذا دون استخدام؟ نعم، ربما تمويه ما. إنها بالطبع كذلك، صحيح؟ صح. لا يتحرك. هيا، فلنفتحه معا. جاهز؟ ما هذا؟ هذا تابوت من نوع ما. انظر حولك، إن المكان كله مليء بالتابوتات. التوابيت. سام، هذا حقيقي؟ فلنكتشف. هذا روماني، ربما من القرن الثالث وربما من الرابع. هل تعرف ذلك؟ رأيت شيئا كهذا من قبل. أشكال مستلقاة، إنها من الحضارة الأترورية. هذا صحيح. نعم، زوج وزوجة مدفونان معا. إنه مأساوي بطريقة رائعة نوعا ما. نعم، هذا المكان أشبه بالمتحف. تعتقد لديهم جناح ديناصور؟ لن أتفاجأ. جرار أعضاء. رائع. دفتر آخر. لا، أعتقد أن هذا خليط بين الغسالة والمجفف من بلاد ما بين النهرين. كنت أنا المضحك، كنت هكذا دائما.
هاي نيثن، انظر لي، والآن من أنا؟ ها؟ دكتور ليفينغستون، بحقك. لطيف. سأتنازل عن أي شيء للحصول على دعوة كهذه. أين سنذهب؟ ها؟ إن أمكنك الاختيار، أين ستذهب؟ أي مكان. أي مكان. حسناً. حسناً، إذاً الهند. نعم، سنزور تاج محل. إنها تدور وتدور. الاتحاد السوفيتي إلى موسكو. نعم، قد يكون من الصعب الدخول. أردت رؤية الميدان الأحمر. نحاول ثانية. إنجلترا. سيكون أمرا لطيفا إن زرنا قلعة وينسور. صح يا سام؟ مهلا، لا تنظر لي، ليس خطأي أنك لم تكن قد ولدت بعد. لا أذكر الكثير منها على أي حال، ولم تكن رائعة. حسنا، دورة أخيرة. البرازيل. هذا ما أريده، كل أنواع الأماكن غير المكتشفة في الغابة الممطرة، وكل القبائل المجهولة بأسهم مسممة. نعم، هم أيضا. انظر لهذه الأقنعة الأفريقية، على الأقل هناك ثلاث أديان مختلفة هنا. هاي، انظر لهذا. إنها ساخنة في الداخل. لقد قرأت هذا. حقاً؟ أهو جيد؟ إنه مذهل. إنه عن أول امرأة غربية تزور لهاسا. طواطم خصوبة. ألست صغيراً على رؤية تلك الأشياء؟ ألست كبيراً على مسحة كهذه؟ لن أكبر على هذا. مذهل، هذه الطاولة أشبه بطاولات دار الأيتام. أظن الطعام هنا كان أفضل. ليس بالكثير. اللعنة، لابد وأنهم كانوا يقيمون حفلات رائعة. بالنظر للقطع الفنية، كان لديهم مال كثير. نعم، يبدو أنه مر وقت طويل منذ آخر مرة. انظر إلى خوذة الشيطان الغريبة. خوذة فايكينج؟ تعرف أن خوذات الفايكينج ليست لها قرون، إنها فارسية. آسف. أتتخيل أن تكون من يكشف هذه الأمور؟ لابد أنه شيء هام، صحيح؟ واو، لورانس العرب.
مبارزة، يبدو فرنسيا. انتبه، لا تتحرك بالمصباح بجوار النافذة. ناقوس تنين، يبدو من جنوب شرق آسيا. أحسنت. أنت وحدك؟ انظر لتلك الأشياء، بوصلة، ساعة شمسية. هاي، لديهم كتابك المفضل هنا. حقا؟ أي كتاب؟ تاريخ عمليات القتل والسطو لأشهر القراصنة. بل يمكن القول تاريخ مزيف، حتى اسم المؤلف مزيف. إنه مغلق. قد تكون أشياء أمي في غرفة من هذه، يجب أن نجدها. انظر، فتحات التهوية في الأعلى. نعم، قد توصلنا تلك إلى الغرفة أسفلها. ليس نحن، بل أنت. ماذا؟ أنا؟ لن تكفيني. أيمكنك فعلها؟ هل تمزح؟ يمكنك فعلها؟ حسناً، فلنرى قدراتك إذن. لطيف، زاد من جمال المكان. منذ متى تحب الموسيقى الكلاسيكية؟ المعذرة، أنا شخص متعدد الأذواق. أنت جاهز؟ أوه، عفوا. إنها كاميرا. دعني أرى. أعتقد أنها سليمة. اقترب. والآن ابتسم. لا تفقدها. حذاري. Thank you.
حسناً حسناً، لقد دخلت. أيمكنك فتح الباب؟ انتظر، مغلق من هذا الجانب أيضاً. انظر حولك، هناك مفتاح؟ كودن، مسكنات كثيرة. إذن أي شيء؟ لم أرى أي دفاتر. حسناً، لدينا باب آخر مغلق. هيا. أوه واو، كتب كثيرة، فلنرى ما سنعثر عليه. سام، هل وجدت شيئاً؟ هذا هو. واو، هنري إيفري، عملية غانزوي. ماذا لديك؟ لم أرى هذا من قبل. نعم، ولا أنا، لكن هذا خط أمينا بالتأكيد. ارفع أيديكما ببطء. مهلا، لا داعي لذلك. ماذا يحمل؟ مهلا، وجهي مسدسك لي. أعطني دفتري. حسنا، اسمع. آسف يا نيثن. ماذا الآن؟ الآن سننتظر الشرطة. لن تحبي التعامل مع ذلك الإزعاج. توقف. الذي يسببه إفساد حياة طفلين. هذا لا أريد إطلاق النار عليك. يا سيدتي، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ يجب أن نواجه جميعا عواقب أفعالنا. دعيه يرحل على الأقل. أحضرته هنا ليرى الأشياء الخاصة بأمنا، لم يكن له دخل بهذا. ماذا؟ أقول لك إنني المسؤول. لا، أشياء أمك الخاصة؟ نعم، هذا الدفتر كان لأمنا. أنتما طفلة كاساندرا مورغان؟ أهلاً. يا إلهي، كنت سأطلق النار. نعم، وما زال هذا بإمكاني. إذن هل أبعدته؟
عرفت أمنا؟ كانت تعمل معي كما لاحظتم بالتأكيد. أنا من هواة جمع الأشياء. هذا يعتبر بخساً لحقك. إذن هل كانت مترجمتك؟ أمكما كانت أكثر المؤرخين الذين عرفتهم عبقرية. كدنا نحقق أشياء كثيرة، ولكن مرضها آسفة. لا، لا عليك، كان هذا منذ فترة. من بين كل اكتشافاتها كان هذا الإنجاز الأكبر لها، سيك بارفوس ماجنا. العظمة من بدايات صغيرة، شعار سير فرانسيس دريك، علامات لاتينية وتاريخية. كان حديثنا حولها، كنا أسرة غريبة. هل قالت لكما عن نظرياتها بشأن سير فرانسيس دريك وورثته؟ سير دريك ليس له ورثة. نعم، هذا ما يخبرنا به التاريخ. أنا وأمكم اعتقدنا بغير ذلك. تعلم أسرار ذلك القرصان القديمة هي مغامرة يجب التخلي عنها. هناك أشياء يجب التخلي عنها. سامحاني، كلام عجوز مشتتة. خذ، لك الحق فيه مثلي تماما. من يدري، ربما ستتمكن ذات يوم من إنهاء ما بدأته هي. نعم، إذن لم نعد متهمان. ها، سأتعامل مع الشرطة. استطعتم الدخول، إذن تستطيعان الخروج. نعم. شكرا لك. آسف بشأن الفوضى. حسنا، هيا يا نيثن، هيا بنا. أنت بخير؟ اللعنة. لا 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 لا. هاي 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 سام. سيدتي، تبا، نحن الشرطة، أنت بخير؟ لا، انتظر، يجب أن... علينا فعل شيء. نعم، يجب أن نرحل عن هنا. لا يمكن تركها. لا يمكننا مساعدتها، يجب أن نهرب. إن وجدتنا الشرطة هنا. سيدتي نيثن، يجب أن نذهب في الحال. تباً، النافذة، هيا. حسناً، تفقد في الأعلى، وأن تعال معي. انتظر. هل بحثت عند النافوره؟ بأراه. تبا، بحضر. لم اسمع اي رد من الرجال. المكان كبير، سيستغرقون وقتا. نعم سام، سامسك بك. اقفز فحسب. اللعنة. وصلنا في النهاية، ماذا لديك؟ مشتبهات، أحد ما حدث.
البوابة الأمامية تبدو خالية. البوابة الأمامية حسنا. نعم. هي ببطء. حسنا. اجري من هنا سيهرب. انا تبت مرسي مشتبهاني في صدر الكهرباء. احد المباني تبا اثبتا. اتفتح ويدك تبرا. قف مكانك من هنا. هيا هيا هيا. امسكتك هناك. هيا اذهب. فعل تحذير اخير. انفضح وارفع ايديكما. امسكته. بسرعه خذ مكانك. نازل هنا بجوار دار الضيافه. اجري تبا انهما يهربان. القمامة هيا. يهربان. عد إلى البوابة الرئيسية. اركب الدراجة هيا. تمسك جيدا. أعتقد أصبحنا في أمان. فلنتوقف لالتقاط الأنفاس. ليلة لا تنسى. ها؟ أجل. العجوز. اسمع. اسمعني جيدا. لم يكن ذلك خطأنا. أعني تلك السيدة كانت مريضة. قد تشعر بالأسى لكن لم يكن بيدنا حيلة. ماذا نفعل الآن؟ كيف أعود للملجأ؟ وكيف تعود للعمل؟ لن نعود. أكيد. لا أنا جاد. سنبتعد لأقصى ما نستطيع عن هذا المكان. حقا؟ ومتى تجدنا الشرطة؟ أعتقد أنهم سيبحثون عن نيثن وصامويل مورغان. نعم هذا نحن. وإن لم يكن نيثن في ذلك القصر كنت تعرف معلومات مثل تلك السيدة العجوز. هيا. كنت أشعر دائما بأننا مقدر لنا شيء عظيم. لكن حتى الليلة لم أعرف معنى ذلك. لكن هذا عمل أمنا غير المكتمل. هذه فرصتنا لبدء حياتنا من جديد بهويات جديدة. عما تتكلم؟ أعرف أشخاصا بارعين في تزوير الأوراق. وأما عن اسمنا الجديد أمنا اعتقدت أن فرانسيس دريك له ورثة. من يمكنه النفي؟ أنت جاد صحيح؟ نيثن نحن مقدر لنا هذا. وأعدك أنا وأنت سويا سننجح. ما رأيك إذن يا نيثن دريك؟ وتغير كل شيء بعد ذلك وأصبحنا مستكشفين مغامرين في الغالب لصوص.